السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. جميل أن نتسامح في الحياة. اكتب الإساءة على الرمل لعل ريحة التسامح تأتي وتمحوها. كذلك جميل أن نكتب المعروف على الصخر لكي لا يستطيع أن يمحوها أي إنسان في هذه الحياة. الحياة بدون تسامح، بدون حب، بدون مودة ليست لها قيمة، ليست لها جمال. النبي صلى الله عليه وسلم في عز انتصاراته يوم فتح مكة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا لله سبحانه وتعالى متواضعا، ارتص صدره الشريف بالناقة، ثم دخل فقال لهم: ما تظنون بي؟ قالوا: نظن بك أخا كريم، ابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أجمل التسامح بين البشر، وما أعظمها من إنسانية.